بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. هذا الفيديو ان شاء الله مهم بزاف بالنسبه للناس اللي كيستخدموا البرمجه لاول مره، بالنسبه للناس اللي جابين معايا الكورس جافا وغنزيدو ديفلوبر. اولا كنا ديجا قلنا ان اللونغاج جافا كيعتمد على لي كلاس، دونك كل ديفلوب دي كلاس كاينين في الباكيجز. الو اي حاجه كتمشيها برا الكلاس ما غاديش تقرا، خاصها تكون كتنتمي لواحد الكلاس. ولكن كنقدروا نخدموا دي فونكسيون، كاينين دي فونكسيون كاينين دي ميثود. لي فونكسيون هما اللي تيكونوا برا الكلاس، اولا كيتخدموا ليا فواحد اولا كيتخدموا ليا من برا واحد لو كود، عاد كنقدر نجيبهم في البلوك المين بلوك ديالي ولا في واحد الكلاس ونخدمهم. والمين كود ديالي اولا المين كلاس اللي كتراني ليا الكود ديالي هي بابليك ستاتيك فويد. بس هذا شي تيشارجا. الو بغينا نقولوا انه بالنسبه لي ميثود، سواء كتبتي واحد لا ميثود واحد لا فونكسيون بارون، سواء كتبتيها هنا اولا كتبتيها هنا، ما كاينش مشكل ما كيأثرش. علاش؟ لقاش الاستدعاء ديالها تيكون من خارج البلوك، من خارج البلوك ديال هاد الكلاس هادي ديال الباكيج ديالك، وكنعيطوا لها هنا، يعني كنعيطوا لها من برا لهنا. وعلاش كنخدموا لي ميثود اولا لي فونكسيون؟ على ود ديك لا غي يوتيليزاسيون ديالهم، يعني كنتحدى كنصايب واحد لا ميثود ولا واحد لا فونكسيون كتولي ديالي، كنخدمها في قشم ما بغيت من اي بلاصه بغيت، يعني نعيط لها من شي فيشي اخر، نعيط لها في الفيشي نفسه، نعيط لها من الفوق من التحت، ما كاينش مشكل. على ود ديك لا غي يوتيليزاسيون، على ود ديك الكود كيولي صغير عندي في الكلاس، على ود ديك الكود كيولي صغير، وعلى ود ديك حاجه اخرى الكود كيولي سهل في الاستعمال ومفهوم، كيولي عندي واحد الكلين كود. الوغ اذا كانت الفونكسيون ما كايناش في كلاس كتسمى فونكسيون، ولكن في الجافا فيو انها كلاس بيزد، فالكلاس بيزد ملي كتكون في واحد الكلاس واحد الفانكشن كتسمى ميثود. علاش؟ لحقاش كتستخدم دوك الاتريبيوتس ديالها ودوك داكشي اللي تيكون فيها لداخل. المهم دوك لي زاتريبيو داكشي اش كنسميوها سيتون ميثود، يعني اي فونكسيون كاينه في قلب كلاس يكون ميثود. داكشي في الجافا ما كاينش المصطلح ديال الفانكشن، مي كاين المصطلح ديال ميثودز. الوغ هاد الميثود هادي اللي غنحاولو نخيو ان شاء الله عندها علاقه بالفاكتوريال. الوغ الفاكتوريال كيف ما كتعرفوا الفاكتوريال ديال الزيرو، فاكتوريال هو شنو؟ مثلا قلت لك شنو الفاكتوريال ديال الاربعه، يعني كنبدا نحسب مثلا 1 فوا 2 فوا 3 فوا 4، هذا هو الفاكتوريال ديال 4. فهمتي؟ كنبدا من داك العدد من واحد حتى سميتو، من جوج حتى انا حتى هذا حتى داك العدد نفسه. ولكن الا كان الفاكتوريال ديال الزيرو، فالفاكتوريال ديال الزيرو راه هو زيرو، الفاكتوريال ديال واحد، الفاكتوريال ديال واحد هو واحد. دونك شنو نحاولو نديرو؟ نحاولو نصايبو واحد لا فونكسيون ان شاء الله، نسميها فونكسيون حيت ما تكونش داخله في واحد الكلاس، مي في حد ذاتها راه كاينه في كلاس. المهم نصايب واحد لا ميثود ديال الكالكول ديال الفاكتوريال. هاد لا ميثود هادي غنبغي تكون بابليك و ستاتيك. وكيفاش شنو خرجني؟ غنحاولو انها تكون كترتورني ليا واحد الريزولتا، داك الريزولتا بغينا يكون اسيدي لونغ، باش ليتيزاتور يدخل داك يمكن لك تختار انتيجر، يمكن لك تختار اللي بغيتي. اولا هاد لا ميثود اللي غنصايبو غتكون كترتورني شي حاجه، هكا خصني نفكر. غنصايب واحد الميثود غنعطيها، واش غنعطيها واحد البارامتر ولا ما غنعطيهش ليها؟ واش غترتورني شي حاجه ولا ما غترتورنيش؟ ديما الا كانت كترتورني لك واحد لا ميثود، كترتورني ليا مثلا واحد طوطو، هاد الطوطو الي دو تيب مثلا انت، سو هاد الفانكشن خاصها تكون دو تيب انت. يعني ديما لو تيب دو روتور هو اللي كيديبوندي ليا لو تيب ديال، هو اللي كيديبوندي ليا لو تيب ديال لا ميثود ديالي ولا ديال لا فونكسيون ديالي، صافي. وبالنسبه لهاد الانبوتس هادو اللي كيدخل اليوزر هما لي بارامتر ولا الارغيومنت. كاينين لي ميثود اللي نديرو لهم ارغيومون، كاين اللي ما نديرش على حسب الاستعمال ديالي انا كيفاش بغيت نخدم به. دونك حنا غنكونو نعطيو هاد دو تيب لونغ باش ليوتيليزاتور يدخل اللي بغا. و سي اون تري بون براتيك لي تام دو لاغ على لي ديفلوبور، ان لي فونكسيون ولا لي ميثود كيكونوا ديما بالمينيسكيل كالكوليت. و نحاول نخدمو بواحد لا بون براتيك اوسي كنت ديجا شرط ليها، ما عقلتش واقيلا يمكن في لو كونت ديالي سوغ تيك توك، ان ملي كتكون واحد لا ميثود اولا واحد لو نون ديال لا فاريابل كيكونوا فيها دو ووردز، دوزيام وورد احسن ديرو بالكابيتال لاجو فاكتوريال
غنحاولوا نعطيو واحد الانتيجر اللي هو داك اللي غادي يدخل ليا اليوزر، سميه مثلا سميه ان مثلا في هذه الحاله هذه مكاينش اشكال. سو دابا شنو غنديروا؟ اللي غنديروا اننا خاصنا ندير واحد لو تيست في الاول. هاد لو تيست هذا، هاد لو تيست اللي غادي نديرو نقولوا ليه مثلا الا دخلتي ليا سي اليوزر واحد الانتيجر كيساوي زيرو، او لا الا حطو معايا راه سانتاكس قريب تقريبا لونغاج سي، وبالبي او او ديالها قريبه لسي بلس بلس. فالا كنتو هادمين مزيان سي، سي بلس بلس يجيكم جافا ساهل. شنو بغينا نقولو؟ دونك في هاد الحالة هادي شنو غنريتورني ليه؟ ريتورن، ريتورن وان. علاش؟ لحقاش الفاكتوريا ديال زيرو والفاكتوريا ديال الواحد راه هو واحد. إيز دونك ديما باغمي لي بون براتيك غادي نذكرهم ليكم حتى يطلعو ليكم في راسكم هاد الجملة. لي بون براتيك، لي بون براتيك، لي بون براتيك. حيتاش لي كيسعى منك مطور ناجح وكتخدم مزيان سيرتو مع ايكيب، كاين لي غتمرضو في خدمتك وخا تكون كتكودي مزيان، هي لي بون براتيك. إيز هنا غادي نخدم الغيزولتا، يعني الغيزولتا ديالي نحاول انيسياليزيها بواحد، لحقاش الا انيسياليزيتها ليه ب المهم انا نقول لكم علاش. نحاول نكتب وكنشرح باش ما نضيعوش الوقت. ريزولت نعطيها سيدي انيسياليزيها بواحد، حيت الفاكتوريال ما غاديش باش نبداو تي سامبلومون من زيرو. داكوغ، غندير واحد لوب فور. علاش درنا لوب فور؟ باش اننا نجبدو هذاك العدد، يعني قلنا الفاكتوريال ديال 4 راه قلنا هو شنو، هو نبداو مثلا نبداو مثلا ابارتيغ دو 2، وحنا انيسياليزينا مثلا غيزولتا بواحد. دونك راه هي واحد جوج ثلاثة ربعة. داكو، دونك خاصني لوبي على شي حاجة، شي حاجة كتبقى عندي كتعاود، شي حاجة لي ريبيتاتيف. دونك شنو غنقولو؟ غنقولو غادي ليا من انت اي، بما انني هاد الغيزولتا بديتها ليه من واحد، دونك هاد الاي هذا اللي غادي نبدا لوبي بي غنبداه من جوج. غنشرحها ليكم علاش. اي غادا ليا حتى العدد نفسه اللي هو ان اي بلاس بلاس. شحال ما كتبت هاد اللوب هادي. المهم فهاد الحالة شنو غندير؟ غنشد ديك الغيزولتا اللي خدمت بيها، اللي خديتها في الاول، معرفاش هاد الغيزولتا فوا يعني انا بديت انيسياليزيتها هنايا بواحد، يعني بحال قلتي غيزولتا كتساوي ليا هي واحد فوا اي، يعني كنبداو انا بواحد. اي شنو فيها في الاول؟ جوج. يعني شنو كندير؟ كنشد هذاك الواحد كندير هي واحد فاش، وكنستوكي في غيزولتا في جوج، او ثاني كندير فاش، كنستوكي في غيزولتا كندير فاش في ثلاثة، او ثاني في أربعة، او ثاني في خمسة، حتى تيوصل للان، والان هو اللي كيكون دخل لي جيليزاتا. نشوف تريتمون كيفاش. فهمت حالك. دابا شنو بغينا نديرو؟ دابا خاصني نورمالمون نغوتوغني الغيزولتا ديالي. الغيزولتا غنغوتوغنيها هنايا ريتيرن، يعني اون فوا لقيت الغيزولتا هانتوما شوف. فوالا دونك الريزولتا نورمالمون غنريتورنيوه هنايا، نورمالمون اون فوا غادي يخرج من لا لوب فور غنريتورني الريزولتا هنا. صافي كتجي تلقى عندي واحد الايرور هنايا، سانتاكس ايرور لونغ، وهادي تا هي هنا. نحاول نعرفو ديال اش هاد الايرور هادي، واخا باقي ما كملتش الكود غير باش نعرف. وي فهمت. دابا حنا نورمالمون خدامين في الباكيج ديال اكزرسيس ان ياك، ونورمالمون هاد الكلاس خاصها تكون تاهي كاينه في الباكيج. علاش انا في الباكيج ديال هيلو؟ نورمالمون خاصني يكون خدام في نفس الباكيج، يعني الفايل ديال اكزرسيس ان هو اللي كيكون فيه المين، وعاد تيكون فيه تكون فيه الميثود اللي غنخدمو ياك، يعني هادي هي لا ميثود. هانتوما ركزو معايا ما تطوخوش، هادي هي لا ميثود ياك.
هذه هي الميثود اللي غنستعملو، وهذا هو المين اللي غادي يقرا ليا الميثود، وهذا كامل هذا كامل هو الفايل ديال جافا اللي سميتو اكزرسيس 1، وكاملين امبورطينا منين؟ امبورطينا من الباكيج اللي سميناه هيلو. اوكي دابا نحاولو نقراو داكشي اللي صايبنا اكسبلواتيف. الو غن اول حاجه نعيطو على السكانر، السكانر نورمال ماكسيم نخليه مكتوب قبل. شنقول سكانر سكان مثلا نيو سكانر سيستم باش ان اوكي. دابا نطلبو منو يدخل لنا مثلا واحد الانتيجر. هاد الحاجة نسينا ما نديروها في الحسبان هي داك الأونتير، خاصك ديما تفكر بحال هكا، خاصك ديما تفكر في لي زاكسبسيون. يقدر ليتيزيتور يدخل ليه واحد لونتير نيجاتيف، فهمتي؟ يقدر يدخل ليه واحد لونتير نيجاتيف وندير له التخيطمون ديالو تا هو. نسينا واحد الأن هنايا كان مونشي غيدخل هاد لونشي هذا، يعني غنقولو مثلا انت ان، يعني هنا راه خاصني في الفونكسيون ان، انا بالعاني تعمدت انا نسميها ان، هادي لوكال، هادي فاريابل لوكال هنا، و حتى هنا سي جون فاريابل لوكال. علاش؟ لحقاش هادي واحد لا فونكسيون بوحدي حتى هي فونكسيون مين، و هادي هي لا فونكسيون لي كتعيط عليها في هاد الفونكسيون ديال مين، صافي؟ هنا هاد الفونكسيون هادي ديال كالكوليت فاكتوريا غنعيط عليها في المين فانكشن، يعني واخا انا نسمي ان حتى انا نسمي ان مش كاينش المشكل، هادو من لي باز ديال لي نورمالمون خاصنا نكونو ضابطينهم مزيان. دونك غنقراها بسكان باتش نيكست نيكست نورمالمون انت قلنا غادي نعطيو واحد ليكسبسيون الا كان داك لونشي مثلا نيجاتيف، يعني اف مثلا ان انفيريور ازيرو مثلا، نقول ليه في الحالة اونتخي ان لونشي بوزيتيف مثلا. لونشي دوا بوزيتيف مثلا، صافي. شنو خويا عاوتاني سينو سينو الا دخل ليا شي اونتي لي زعما لي ماشي بوزيتيف لي ماشي نيجاتيف زعما بوزيتيف غنحسب ليه الفاكتوري. الو باش نحسب الفاكتوري نورمالمون غنحتاج واحد واحد بزاف ديال لي زانستركسيون، يعني ماشي انستركسيون هاد. الو غنحتاج واحد الفاريابل اللي غنحط فيها مثلا فاكتوريال لونغ، قلنا ان هذا كيرتورني ليا لونغ، يعني هاد الفونكسيون هادي هاد الميثود اللي صايبنا هنا هاد لا ميثود هادي الى سيتو الميثود دو تيب لونغ، يعني حتى هذاك اللي غادي نستعمل انايا في المين ميثود حتى هو خاصو يكون لونغ. مهم هاد القضيه هادي غادي دابا تنديرو تذكير وخدمه للبيجينرز كن لورنيو جافا او ميم طون، صافي. واخا دونك حنا كنحسبو الفاكتوريال، هاد الفاكتوريال هذا يستخدم ميثود ديال الفاكتوريال لونغ، دابا تا داك الفاكتوريال خاصو يكون لونغ، لونغ فاكتوريال فاكتوريال. دابا هاد الفاكتوريال خاصو يستخدم نورمالمون الفونكسيون ديال الفاكتوريال كيفاش أيوا شتا فوالا، هو عطاني أوتوماتيكمون هاد الأن لي هي حنا خدامين بها لي قريناها من هنا. نورمالمون دابا راه خديت الفاكتوريال، دابا كيبقى ليا غنعيط على داك غندير أفيشاج وصافي. صافي نقولي مثلا الفاكتوريال
هذا النوم بغا شنو هو؟ هذا النوم بغا هو ان كون كعطيني هنا ان نكتب لي مثلا اي فاكتوريال شنو هو فا شوف كنترول اسباس فاكتوريال صاف نورمالمون مزيان كلشي مزيان نورمالمون كلشي مزيان قلنا غنتيستيو صح نشوف نتأكد نتأكد من لي بلوك واش هما هادوك شاد لي تابيلاسيون هاكي عاونكم الاخوان باش تضبطو الكود ديالكم مزيان صافي الكود نقيقي مزيان و هداك صافي تخي بيان لو كود خدام مزيان كونترامون تي مثلا خمسة راه تيقولك الفاكتوريال خمسة راه هو كاين غير واحد لي سباس خصني نبقى دون غير هنا فهم مثلا فاكتوريال ديال زيرو هو واحد فاكتوريال ديال واحد هو واحد الا دخلت لي واحد الاونشي نيجاتيف دخل لي الاونشي بوزيتيف ما عطيتوش لا مان باش يعاود يدخل ماشي مشكل فاكتوريال ديال جوج وي جوج لحقاش جوج فواحد جوج فاكتوريال ديال تلاتة هو ستة صافي راه الكود خدام مزيان نتمنى تكونو شفتو معايا كيفاش كنخدمو لي ميثود بالنسبة لجافا ومن هنا نقدرو نطلقو ان شاء الله يلاه تهلاو ليا فرصكم السلام عليكم.